السوشيال ميديا اتعملت خصيصا لتسهل عملية التواصل بين الناس. طبعا كان لها نجاحات في هذا الموضوع زي ما كان لها عيوب. مارينا ناجي قررت ان هي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في التواصل، ولكن لهدف مختلف. هي بتوصل الناس المحتاجة واللي لهم ظروف او ظروفهم صعبة باشخاص يقدروا ان هم يساعدوهم. بتنضم لينا من القاهرة مارينا ناجي. مارينا مساء الخير واهلا بيكي. عملتي حالة من يعني حالة حراك حلوة جدا على السوشيال ميديا، اصبحتي معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، واكيد كل واحد فينا بيكون عنده دايما محركات لاتجاهاته في الحياة. ايه اللي دفعك انك تستخدمي السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، عشان تقومي باعمال خير بالشكل ده؟ الأول إزايك، عاملة إيه؟ الحمد لله شاكرة. الأخبار؟ الحمد لله. عشان بس بكسر الآيس، فاهمة؟ طيب، لا مفيش أي آيس، تفضلي. أنا سمعك كويس. اللي دفعني، بصي اللي دفعني مش عارفة، أنا اتحطيت في موقف من 6 سنين 7 سنين كده، لقيت حد كان محتاج حاجة فبدأت أقول للناس عليه، لقينا الحاجة بتتسدد بسرعة، فقلت إيه ده في حوار. في حاجة ممكن تتعمل. فالموضوع بقى انتشر من كده، بقينا بنوصل الناس اللي عايزه تساعد بالناس اللي محتاجه تتساعد، وبنربطهم ببعض. ايه ابرز المشاريع، خليني اسميها مشاريع لان هي بتكون مبادرات فعلا على مستوى او على نطاق كبير؟ يعني انا سمعت ان انت كنت بتساعدي في توزيع الافطار على الصائمين، سمعت ان انت شاركتي في مبادره للتأجير فساتين الزفاف للمحتاجين. ايه ابرز المشاريع اللي اشتغلتي عليها وفعلا شعرتي انك حققتي فيها فرق؟ بصي، كل حاجة انت بتحطي ايدك فيها بتحسي ان انت عملتي فرق. يعني احنا في الكورونا كنا عاملين وجبات، كنا عاملين شنط اكل، كنا عاملين حاجة زي مونثلي الاونس للناس اللي سابت شغلها. الكورونا كانت الشغل فيها كان كتير قوي، والناس فعلا كانت حالتها صعبة جدا. بننزل مناطق يعتبر ما فيهاش اي حاجة، بنوزع فيها شنط رمضان، بنوزع فيها افطار. الحاجات دي روحها بتبقى حلوة قوي. حاليا بنعمل عشان الدنيا باردة قوي، كنا عاملين معرض هدوم، كنا عاملين بطاطين، بنحاول نشوف ايه الناس اللي محتاجة اسقف نعملها اسقف عشان المطرة والبرد وهكذا. بس مين بيساعدك في العمل ده؟ واحكي لي رأي اهلك كمان، لاني اتوقع يعني كفتاة زيك في بعض الاوقات ممكن لما اجي اطلب من اهلي ان انا انخرط في عمل مجتمعي ممكن يتطلب انك تروحي اماكن فقيرة، اماكن ممكن يبقى مزدحمة او كده، ممكن ده يسبب لهم مشكلة. لا خالص، بيقولوا ان احنا انا اللي هجيب لهم الكورونا. يعني هم مش عايزين يدخلوني البيت اصلا. لا بصي، احنا متربيين، يعني ماما صراحه يعني مربيانا وان احنا صغيرين ان البنت زي الولد بالظبط. هتروحي اماكن، انا عارف ان انت هتعرفي تتصرفي، عارفه ان انت هتعرفي تتعاملي، بس هم ما فيش اي سبيشال معامله في البيت، يعني عادي، كله عادي جدا. بس هم كانوا يعني مش بحسهم مبسوطين شويه يعني. بس لا يعني بصي هقول لك حاجه، خلي بالك انت مش هتخشي منطقه محتاجه وهتبقي بتساعديها وحد هيعمل لك حاجه. بالعكس، يعني بيبقى في ابريشيشن قوي من الناس، بيبقى في معامله كويسه، بالذات لما يحسوكي مختلفه عنهم من حته تانية، فبيبقى في نوع من انواع الاحساس بالاخرين. من كام يوم في احد الاشخاص ادعى ان هو مصاب بالسرطان علشان الناس يعني تجمع له تبرعات، وبنشوف كمان النوع ده. يعني خلينا اقول لك انه انا بشوف على السوشيال ميديا اوقات ناس بتطلب مساعدات، ويعني لا يمكن التحقق من هل دي بتبقى محاوله نصب ولا بيكونوا فعلا ناس مستحقين. ازاي بتواجهي المشكله دي؟ ازاي بتتغلبي عليها؟ ازاي بتتحققي من انه الشخص اللي قدامك ده فعلا بيستحق المساعده؟ بس احنا عندنا مبدأ ان احنا ما نديش فلوس لحد. انت محتاج عملية، هناخد منك التقارير الطبية بتاعتك وهنسأل دكاترة وهنروح المستشفى اللي هتعمل فيها العملية نتأكد منها. الفلوس بتخش في العملية بالإيصال رسمي، بيبقى مع المتبرع. محتاج أدوية، الأدوية بتوصل لك، الشرايط بتتقطع، الأكل نوعا ما هكذا. يعني احنا هي السوشيال ميديا ليها حدين، حد وحش قوي بقى فيه اتنشن ومحتاجين فلوس وناس كتير بتنصب، وفي حد تاني ان انت فعلا بتحاول تساعد على قد ما تقدر. في ناس كتير قوي جامعات ما بتعرفش توصل لها، في ناس كتير قوي بتبات من غير عشاء، في ناس كتير قوي ما بيبقاش معاها تعليم عيالها، ما بيبقاش معاها مصاريف ادويتها.
فزي ما هي ليها وجه وحش قوي في حاجة تانية حلوة بتحصل. صحيح. فعلى قد ما بنقدر بنتحقق من الحد اللي جاي لنا، بناخد ورقه وبنعمل له الحاجات اللي هو محتاجها على قد ما بنقدر، بنحاول ما نديش فلوس، نعمل لهم الحاجه من غير ما تودي فلوس لحد. حلو جدا. انا سامع من كلامك بتكلمي صيغه الجامعه، يعني معاكي فريق عمل، مين بيساعدك، مين الفريق اللي معاكي؟ وقولي لي الاول انت عندك كام سنه، لان انا شايفه انك كمان صغيره يعني ما شاء الله. انا عندي 30 سنه. صغيره بس الحمد لله شكلي صغير. احكي لي عن الفريق اللي معاكي، مين بيساعدك بجد؟ بصي بيبقوا متطوعين مختلفين من كل حته، يعني احنا لو نازلين منطقه معينه بكتب احنا نازلين المنطقه دي، لو حد عايز يجي بيجي، وعلى طول بيبقى في ناس عايزه تساعد وعايزه، وناس عايزه تنزل، وناس عايزه تدي مجهود، وناس عايزه تدي وقت، فعلى طول بيبقى في روح حلوه، بس هم مش ناس ثابته. هل بتستعملي السوشيال ميديا كمان علشان يعني يجيلك او تستقطبي ناس يقدروا انهم يساعدوكي في العمل الخيري اللي بتعمليه؟ يعني هل انت فعلا بتتلقي طلبات من اشخاص انهم عايزين ينزلوا معاكي، عاوزين يشاركوا في عمل الخير؟ دايما دايما. بصي دايما بيبان قوي بقى في رمضان، في الاعياد، زي وقت البطاطين، وقت دايما بيبقى فيه روح حلوه. ان بصي ناس كتير قوي بتبقى عايزه تساعد ومش عارفه تعمل ايه، فاهمه؟ ولما حد بيبعت لي يقول لي انت بداتي ازاي، انا عايزه اساعد، بقول له ابدا بالسيركل اللي حواليك، شوف الكوميونتي بتاعك محتاج ايه، وحاول على قد ما تقدر تلمي له حاجه. احنا مش هينفع نساعد على سكيل كبير من غير ما نبدا بسكيل صغير قوي، نحاول نساعد الناس اللي حوالينا الاول، البواب، اللي بيغسل لك عربيتك، السايس بتاع، بلاش السايس. يعني هتلاقي ناس كده حواليك. ناس كده حواليك فعلا محتاجه مساعده، اللي بيحط لك بنزين في البنزينه، الويتر، كل يعني بص ركز حواليك الناس محتاجه ايه، وعلى قد ما تقدر حاول تساعدها. والمساعده ما بتبقاش فلوس، ما بتبقاش حاجه، انت كونك بتضحك للي قدامك دي انت نوعا ما بتساعده، كونك بتفتح له الباب. صحيح. كونك بتفتح له باب العربيه، كونك ماشي قدامه وشلت منه زلطه، كل واحد يساعد باللي يقدر عليه، زي ما بيقولوا في محيطه الاقرب له. اعتقد ان دي رساله مهمه جدا تختمي بيها لقائك معانا. بشكرك جزيلا مارينا على وجودك معانا من القاهره. شكرا لوجودك. ميرسي جدا. مشاهدينا، ختام حلقة هذا الأسبوع من مؤثرون، الأسبوع المقبل حلقة جديدة ومؤثر جديد. إلى اللقاء.